سلام البنات، بونجور لي في هاي جايز. الوصفه ديال اليوم هي بسبوسه بالكريمه. قبل ما غادي نقدم لكم هاد البسبوسه ولا نعطيكم المقادير، غادي نطلب منكم ديروا سبسكرايب ولا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولا عجبكم فيديو ديروا لايك و شير بيان سور، يعني بارطاجي. بالنسبه للمقادير البنات، عندنا هنايا جوج ازلايف ديال السميده، باردون، جوج كيسان ديال السميده، وكاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال اليوغورت، ثلاثه البيضات، جوج خميرات الحلوى، وجوج فاني. البنات، بغيت غير نوضح لكم علاش انا المده هذه ما بقيت درت لي فيديو والتاخير عليكم. طبعا الحال كتسائلوا، السبب هو انني كنت انسانت وكان عندي الحمل شويه كومبليكي، وقعوا لي بزاف ديال المشاكل في الحمل ديالي، ولكن الحمد لله تفكيت على خير ورجعت باش نقدم لكم الوصفات. بطبيعه الحال كنتمنى ينالوا اعجابكم. نعاود لكم المقادير. عندنا البنات بالنسبه للكيكات البسبوسه، حيت عندنا المقادير الكيكه وعندنا المقادير ديال لاكريمه. بالنسبه للكيكات البسبوسه، عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال دانون مسوس او جوج ديال بيرلي. انا هنا درت جوج ديال بيرلي حيت بيرلي صغير. وعندنا ثلاثه البيضات، جوج فانيات، وجوج خميرات الحلوى. بالنسبه للكريمه، عندنا نصف الحليب، ثلاثه ديال الفرماجات مثلات ولا باشكيل ولا اي مارك، وعندنا ثلاثه معالق ديال النشا، و بيرلي صغير او دانون مسوس كيما بغيتو اللي بغيتو لي متوفر عندكم. هنا غناخدو ثلاثه البيضات، غادي نضربوهم، غنضيفو عليهم السنيده كما كتشوفوا معايا. هنا درت قبصه الملح بطبيعه الحال، باش هنا درت قبصه الملح وضربتها مع البيض. غادي نزيد عليها السنيده، غادي نستمروا بالتحريك في هذا الشكل. هذا درنا البيض معاه الكاس ديال السنيده، ثلاثه البيضات مع كاس السنيده وقبصه الملح. من بعد غادي نضيفو كاس ديال الزيت كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلطو مازال، نستمروا في التحريك. غادي نضيفو فاني وغنستمروا في التحريك كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نضيفو السميده. يعني سهله سهله، الطريقه سهله والمقادير ماشي كثيره، وما كتحتاجش مجهود كبير او لا وقت طويل. غادي نضيفو دابا السميده، جوج كيسان ديال السميده، حتى جوج كيسان ونص على حسب الكاليتي ديال السميده واش كتشرب ولا لا. انا من الاحسن ديروا جوج كيسان ونص باش كتجيكم بيرفكت، او لا كتجيكم هي هذيك. هنا ضفت دانون بيرلي، جوج ديال بيرلي صغار، تقدروا كما قلت لكم ديروا دانون مصوص كاس واحد. غنستمرو في التحريك، وغادي نزيد السميده كما كتشوفوا، جوج كيسان السميده معها الخميره، جوج خميرات الحلوى بهذا الشكل. هذا حاولوا تغربلوها باش ما ديرش لكم كويرات. وغادي نخلطوا بهذا الشكل هذا، وغادي من بعد غادي نخلطوا. احنا قبل كنكون مجده الاناء اللي غيدخل الفرن، كندير فيه الدقيق وكندير فيه الزبده وكنرشوا بالدقيق، وعاد كندير باش ملي كنصيب هاد البسبوسه. هنا البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هاد البسبوسه اللي صيبت راه جوج طاجات، هاد المقادير ديال جوج طاجات البسبوسه، يعني غادي نقسمو على جوج. يعني فحال الا بغيتو ديروا كل طاج بوحدها، غادي ديروا جوج بيضات مع نص كاس الزيت نص كاس السنيده، يعني تقسموا المقادير، وكاس ديال السميده. انا هنا درت المقادير كامله في دقه وقسمتهم على جوج كما كتشوفوا، درت النص وخليت النص حتى نصبوا على الكريمه. انتم غتشوفوا معايا الطريقه. هنا دخلتها للفرن كما كتشوفوا، درتها في اناء ودخلتها للفرن على درجه حراره 180 درجه، وغادي الفرن كان مسخن ديجا قبل. هنا غنديروا الكريمه. الكريمه درنا فيها نص ذره الحليب مع ثلاثه المعالق ديال النشا اولا مايزينا، وكما كتشوفوا هنا ما ذكرتش لكم في الاول السنيده. انا درت حيت السنيده على حساب الطوق، حيت هي البسبوسه كتكون ديجا حلوه، كي اللي ما كيدير السكر كاع في الكريمه باش ينقص شويه من الحلاوه. انا كان الوليدات كيبغيو حلوه، كندير هنا جوج معالق السنيده حتى ثلاثه. من الاحسن ما ديروش اولا ديروا معالقه،
او لما ديروش كاع السكر في الكريمه حيت كتكون حلوه فريمون حلوه مع السيرو، غتسقى بالسيرو وعاد باش هي ديجا البسبوسه فيها السكر كما كتشوفوا كاس ديال السنده يعني كتجي حلوه يعني بزاف. هنا كما كتشوفوا درنا الحليب والنشا حتى بداو كيتقادو، زدنا عليهم الفرماجات، ثلاثه ديال الفرماجات او بقينا كنحركو. ملي كتبدا تجمع فحال هكا كنزيدو الياغورت عليها وبقاو نستمروا في التحريك حتى كيذوب داك الفرماج وكتولي عندنا بحال هكا الكريمه. انا هنا ما خليتها شويه كريميه، ما خليتهاش قادت ودرتها وهي سخونه، تقدروا تخليوها تبرد وتتقال شويه. انا كيما خرجت لي البسبوسه خليتها واحد شويه بردات ودرت عليها هاد الكريمه. الكريمه ما خليتهاش حتى بردات وما خليتهاش حتى قعدت. علاش؟ حيت مني في التقطيع كما غتشوفوا معايا في الاخير انا كتعجبني الكريمه تبقى شويه سائحه، ملي تقطعي الكريمه تهبط. نتوما لا بغيتوها تجيكم فحال الفلون غادي تخليوها تتعقد عاد باش تكبوها على تصبوها على الخليط. هنا غادي نحاول ندير طاج الفوقانيه ديال البسبوسه فوق الكريمه وندخلها تكمل الطياب ديالها. كما كتشوفوا البسبوسه انا خرجتها اون فوا خشيت فيها عود وطلع ناشف خرجتها، ماشي ضروري نخليوها حتى تحمر حيت ما خصهاش، مازال غتعاود تكمل الطياب مع الطاج الفوقاني ديال البسبوسه، والبسبوسه راه غير كطيب ماشي بحال الكيكه العاديه. صافي البنات كما كتشوفوا بحال هكايا غادي نحاولوا نقادوها باش ما نخسروش الكريمه، نقادوها غير بالمهل ونعمروا البلايصات، وهي راه فيها الخميره غادي تطلع بيان سور خط طبقة رقيقة راه غادي تنفخ وغادي تطلع وغادي تجينا كيما غتشوفوا في الاخير. هنا البنات غنوزعوها على الاناء كامل وغادي ندخلوها تكمل الطياب ديالها. في هذه الاثناء غادي يكونوا ديجا حنا كنوجدوا السيرو اللي انا صيبته، ما درتش لكم المقادير ديالو حيت ديجا درناه في وصفات اخرين. السيرو فيه كاس ديال السنيده مع كاس ديال الماء مع نص عصير نص حامضه، كاس سنيدة مع كاس الماء مع عصير نص حامضه، يبخليهم حتى يغليو نطفيو عليهم. كديرو مع البسبوسه تكون باقا سخونه، يا اما السيرو يكون سخون يا اما البسبوسه سخونه. كما كتشوفوا انا صبيته هنايا على الخليط ونخليها حتى تشربو. غادي نخليوها حتى تشرب البسبوسه الخليط ديالنا، وعلى باش غادي يمكن لي نقطعوها. تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا تزينوها بالبيستاج بالكوك اللي بغيتو. انا هنايا ما كانش متوفر عندي الكوك فما زينتهاش، دابيتود كنزينها بالكوك كتجي زوينه. كما كتشوفوا معايا انا غادي نقطع لكم هنايا، هنايا الطاجات كيفاش كتجي، الطاج الاولى والكريمه والطاج الفوقانيه. غنقطع لكم هانتوما كتشوفوا انا قطعت لكم، خديت لكم قطعه باش تشوفوا كيفاش باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه وبنينه البنات. كنتمنى تعجبكم ولي عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا ليا اشتراك ولايك وتبارطاجيو الفيديو، وكنتم مع قناه ام براء. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام البنات.